الصراحة أنا استغربت قوي لما طلبتني وطلبت إن إحنا نتقابل لوحدينا. إيه؟ إيه جو المسلسلات التركي اللي أنت عامله فينا ده؟ إيه أنت؟ إيه يا عم عمر في إيه؟ يعني هي غريبة إن أنا أقابل أخو مراتي ونقعد ندردش كده لوحدينا؟ لا ده أنت تعتبرني غريب عنك يا عمر ولا إيه؟ لا طبعًا أكيد لأ، ما غريب إلا الشيطان. أنا بس زي ما تقول كده يعني مش متعود على العلاقة الحميمية قوي دي. يا راجل يا راجل ده انت بتقعد بالسنة والسنتين ما بنسمعش صوتك حتى. لا يا اخو اتعود بقى من هنا ورايح، هنشوف بعض كتير قوي يا عمر. انا في مقام اخوك الكبير، يعني مصلحتك ومصلحة اخواتك بتهمني قوي. انا مش فاهم، هو انت عايز تقولي حاجة على البيعة؟ يعني البيعة باظت؟ لا 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 لا، ايه يا عم الحاج في ايه؟ تف من بقك. الله انت هتغير رايي فيك ولا ايه؟ ده انا بقول ان انت الوحيد اللي في اخواتك اللي طموح وبتحب الحياه، يعني فكك بقى من التشاؤم ده. برضه انا مش فاهم حاجه. بقول لك ايه؟ ما تدخل في الموضوع دغري كده علشان ما تقلقنيش. عينيا. ايه؟ انا عايزك توافق وتقنع اخواتك ان احنا كلنا على بعضنا كده نبقى شركاء في مشروع واحد. مول تجاري. مول تجاري؟ هنكسب ده بقى. بص الملف ده انا دارس تفاصيله بالسنتوفه، خليه معاك وتذاكره كده بالليل على رواقه، وبكره نتقابل ونحكي مع بعض. انا طبعا يشرفني ان انا شارك تاجر مهم وشاطر زيك، وبالذات لو في مشروع مول تجاري، يعني ده مشروع عظيم. انا برضه قلت انت دونا عن اخواتك اللي هتفهمني، لان لا مؤاخذه انت دماغك كبيره وتوزن بالك. بس للاسف مش هقدر الصراحه، اصل انا زي ما تقول كده عندي مشاريعي الخاصه. اصل انا قررت افتح شركه تبقى بتاعتي، شركه تبقى باسمي بتاعتي انا لوحدي. وماله؟ ما تفتح، انا اول واحده ابارك لك. الله الله يخليك. بس يعني استثمر برضه جنب الشركة باقي الفلوس في مشروع ناجح زي ده. طب أقول لك، خد دور كامل في المول بمنافعه، احمل فيه شركتك وهتبقى الفلوس جنب بعضيها وكله تحت عينك. برضه للأسف لا، مش هينفع. أنا عمال أنتع في قلبي من الصبح وأنا في مقام أخوك الكبير، يعني أنت وإخواتك لازم تسمعوا كلامي. الكبير هو ربنا يا حاج خالد، الكبير فوق مش تحت خالص على فكرة. وبعدين ما تقلقش لا عليا ولا على فلوسي، أنا عارف كويس قوي هستثمر فلوسي إزاي وهعمل بيها إيه. أوكي؟ آه على فكرة، هو أنت فتحت منيرة في المشروع ده ولا لسه ما فتحتهاش؟ ها؟ لسه ها؟ جاكت. لا يا كمال يا ابني، مش وريه اللي هتروحه دلوقتي، مفيش وقت. تعالى لنا. ايوه انا جهزت اهو، واخوك كمان بيلبس. يلا يا حبيبي عشان ما نتاخرش على الناس. ايوه كده، كتر خيرك. مع السلامه يا حبيبي. اه مالك يا بنتي، في ايه؟ بجيب الشنطه البني يا ماما من فوق الدولاب، وحطيت الكرسي، راحت نازله رجلي على ما فيش، رحت متكعبشه رجلي جت تحتيه. معلش ادهنيها بابو فاس ولا حاجه. ما انا دهنتها يا ماما، دهنتها وانتي مش شامه. امال هتيجي معانا ازاي؟ ده اخوك على وصول. مش عارفه يا ماما، مش عارفه. ماليش لازمه اساسا انا في المروحه المره دي، انا ممكن ابقى اروح معاكوا في مره تانية. ولا يعني عايزاني اروح معاكي عند الناس واضايقهم بريحه ابو فاس؟ الناس وابو فاس ايه؟ بتقولي شعر يا بنت؟ اه ماما بقول لك ايه، ما تضحكنيش، انا بقول لك اهو الضحك بيخبط في الوجع.
يعني هتقعدي لوحدك؟ ما هما كام ساعة كده هريح فيهم لحد ما ترجعوا بالسلامة، يعني مش هتغيبوا أكيد، وبيسلميني على كل اللي عندك كلهم واحد واحد، أقول لهم بقى إن أنا رجليا بتوجعني عشان كده ما جيتش، وبالذات البت مروة سلميلي عليها كتير قوي، وسيبي مروة بوسة كبيرة قوي لحد ما أشوفها بركلها بنفسي. حاضر. يلا. آه يا رجلي، آه يا ماما بموت، آه يعني ادعيلي يا ماما خف، ادعيلي يا ماما خف. بيني وبينك انا قلت بدل ما نتبهدل ونقعد في اي مكان في الشارع مش هنعرف حتى نقول كلمتين حلوين، قلت اجيلك هنا ونقعد على راحتنا. على راحتنا ايه؟ ده انا قاعده لوحدي ما ينفعش. ما هو انت بقى عشان قاعده لوحدك جوزك لازم يبقى يعني. لا لا جوزك لازم يبقى معاكي. ايوه جوزي. ايوه طبعا جوزك، جوزك اللي نفسه يعني ياكل من ايديك الحلوه دي. يا مصيبتي يا مصيبتي. اكله حلوه يا مصيبتي يا مصيبتي. اثبتي يا بنت، اثبتي اثبتي. بوسي يخرم راسك. اثبتي اثبتي يا بنت اثبتي. الحاج عيب عيب يا حاج، عيب يا حاج. ايه ده؟ يا حاج عيب يا حاج. يا بنت اللي انت بتعمليه؟ والنبي بوس رجلك، بوس رجلك. انا لوحدي والنبي مش بتاعت الكلام ده. بوس رجلك والنبي. بتاعت ايه؟ والنبي يا بنت وانت ليه محسساني ان غرضي مش شريف؟ ما تخبرك. بقول لك ايه يا حاج، قول بقى، قول ان انت بقى مش غرضك ان انت تفضفض وتتكلم معايا. لا انا مش عبيطه، قول ان انت جاي وفي في دماغك حاجه تانية. لا لا كده هيبقى والنبي يا حاج. انت اهدي بس، اهدي اهدي. لا 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 ايوه يا بت، وانا غرضي ايه؟ حاج والنبي انت يا بت في ايه؟ اتفرهدت والنبي. طب 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 تعالي تعالي النبي يا حاج. تعالي تعالي نفرد جوه. وفرد حد دلوقتي جه علينا واحنا لوحدينا. هما كلهم تسمع ليه؟ خش بقى. ورق وحش قوي يا بيرو، بجد وحش زي الزفت. بذمتك؟ طب عيني في عينك كده؟ هو انت عايزه ايه؟ ما الراجل قال لي اقري، لو ما عجبكيش بارفضي. اديني بقول لك قريته وما عجبنيش وبرفض. بلغيه انت بقى. اقطع دراعي من هنا، ما كانش الورق طلع كوميدي وعجبك وضحكتي. يا وليه تهدي، ما تبقيش عامله زي الشيطان الرجيم كده. انا دلوقتي حاجه تانية، انا دلوقتي شريفه مش شهد بتاعت زمان اللي كان ممكن تعمل الحاجات دي. بعدين يعني هي يعني الحكايه مش في ان الدور محترم وما فيهوش راس، مساله ان انا ارجع تانية وفي قدام كاميرا والناس يعني تتفرج عليا وتبص لي. انت عارفه الموضوع ده عامل زي ايه؟ زي الدش الساقع، اول شهقه بعد كده عادي بتكملي بقيه الدش. اكمل ايه بس؟ اولا خالد مش هيوافق. هو لازم يوافق. تعملي من ورا. هو ايه ده اللي من ورا ان شاء الله؟ هما يومين في العين السخنه، ده فيلم بحاله يعني، شهرين تصوير يعني، لازم هيكعبل في اي حاجه ويعرف. وانا بصراحه ما اقدرش اعمل حاجه من وراه. يا اختي على اساس يعني ان هو ملاك ما بيعملش حاجه من وراكي؟ يستجري، ده انا اخرب بيته. طب ما احنا حلوين اهو، ما احنا حلوين وبنعرف نديله على دماغه، والست اللي بتعرف تدي الراجل على دماغه بتعرف تلينها له برضه. شويه سهوكه نسوان على خبص حريم على دلع موزز. انت فهماني بقى، هنقول له عايزين ده هيجيبه لنا وهيوافق لنا عليه. انا مش عايزه ده. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت بذمتك مش مبسوطه ان الناس لسه بتسال عليكي وفاكرينك وعايزينك؟ ما وحشكيش السكسي؟ وحشك صح؟ وحشك. واحنا ممكن بعد ما نخلص مشوار عم نعدي على الارض بتاعتنا نشوفها. يا حبيبي احنا ارضنا في حته تانية خالص، دي قرب الانطاره. فعلا. لا بعيده جدا، دي تقريبا في بلد تانية. فعلا انا كنت فاكرها قريبه من ارض عمي. بس والله فكره حلوه، احنا ممكن نقضي يوم هناك يعني فكره مش وحشه. نروح فسحه ونخلي منيره تركب الحمار.
انا جميلة. تعرف تسوق؟ والله طرق بقت حاجة عظيمة جدا. انا كنت فاهم ان احنا هناخد وقت اطول من كده بكتير، لكن طلع اهلا وسهلا. وشك والله القمر. اهلا يا دريه، خليكي والنبي خليكي. ازيك يا استاذ كمال؟ ازيك سهل. ازيك يا يوسف؟ خير كويسين الحمد لله. ازي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. ازيك استاذ كمال؟ ازيك يوسف؟ بردي وشك يا بنت، بردي وشك. مبروك الحجة. الله يبارك فيك وينولها لك إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. أم الفين منيرة وبقيت أخواتها يا مرات عمي. إن شاء الله هيجوا معانا الزيارة الجاية. عارف يا يوسف، أول ما شفتك حسيت إن شفت إبراهيم أخوه الله يرحمه. مش كده برضو؟ يوسف خد الشبه كله من أبوه. مروة، أنت ما شفتيش أي صور لعمك قبل كده؟ أيوة. يا جماعة الصمت الرهيب ده، مش نتكلم في الموضوع ونجيب من الآخر؟ طيب طبعا يا حاج، انت عارف سبب الزيارة ايه وعارف احنا جايين ليه؟ ايوة يا ابني إيهاب قال لي، ربنا يتمم على خير. وهي جات المناسبة اهي عشان نبقى دايما مع بعض، انتوا عندنا واحنا عندكم. اه يا حبيبتي، هنتلم على بعض تاني. طب يا جماعة انا ما بعرفش زغرت، تعرفت زغرت يا مروة؟ ولا مكسوف عشان انت العروسة؟ انتوا بتزغرطوا على ايه؟ انا مش موافقه اساسا. مش موافقه على ايه يا بنتي؟ مش موافقه اتجوز يوسف، مش موافقه اتجوز واحد متورط ومزوق بالغصب علشان يجي يتقدم لي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ بقول اللي انت عارف كويس قوي انه حصل. العريس في لحظه ادعى ان انا خطيبته عشان يفرت من واحده صاحبته، وانا عشان هبل قوم مصدقه ان مرات اخويا صاحبتي، فرحت فضفضت معاها حكيت لها على اللي حصل. تروح هي رايحه حاكيه كل حاجه لاخويا، يروح اخويا رايح متخانق مع العريس ويجبره انه يجي يتقدم لي بالغصب عشان يصلح غلطته. يعني كل اللي احنا فيه دلوقتي ده كدب، بنضحك على بعض وكلكم عارفين الحدوته من البدايه، بتقولوا في سركم الهبله مش عارفه حاجه. الهبله هتفرح، بس للاسف انا مش هبله ومش هقبل بجوازه زي دي. انا اسفه يا بابا، عن اذنكم. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم حاجه. يلا حبيبي يلا سلم. اتفضلي يا حبيبتي. انا فاهم ان دماغك ضربه وعندك طلعات غريبة، لكن ما كنتش فاهم انها هربانة منك للدرجة دي. انا عايز افهم اللي حصل هناك ده نسميه ايه؟ سميه اي اسم مش فارقة. اقول لك، لما تبقى تروح انت وفاطمة ابقوا مع بعض بشويش كده، فكروا في اسمه. مش انتوا برضو بتقعدوا تتفقوا عليا سوا؟ صغرتينا كلنا، صغرت ابوكي وامك وانا وفاطمة، خليتي شكلنا زبالة كلنا قدام الناس. بس انا شايفة ان العكس هو اللي حصل، وهو اللي كان لازم يحصل. بدل ما نقعد نعمل حوارات كتيرة حوالين الموضوع، خد مراتك وروح يا إيهاب وسيبني أنا هنا، وما تعملش فيها محموق قوي كده. أنا ما بقتش صغيرة، وبابا وماما موجودين الحمد لله. يعني إيه يا مروة؟ يعني أي حاجة بعد كده تخصني لازم تعدي على أبويا الأول. أبونا هو كبرنا يا إيهاب، ربنا يديله الصحة. ولا ليك عليها كلام دي؟ بصراحة طلعت جريئة قوي. أنا ما تخيلتش إن في حد يقف قدام كل الناس دي ويقول الكلام اللي قالته ده. عشان عندها حق وعزت نفس، وصح إحنا اللي غلطانين. ساكت ليه يا يوسف؟ أنت أكتر واحد عارف إن أنا متسقف الموضوع ده من الأول. بصراحة البنت صعبت عليا قوي. صعبت عليك؟ بعد ما أدت لكل اللي قاعدين بالألم ده، زمان بيت عمي مولع دلوقتي. البنت دي عليت قوي في نظري، ليها حق ترفض جوازها زي دي؟ غضبته ازاي يعني؟ انا
رحت واتخانقت معاه قدام الناس عشان عمل كده في مروه، لكن هو اللي طلب، هو اللي قالها بعظمه لسانه انه عايز يتقدم لها. انا قلت لك اي اكشن هتاخده دلوقتي غلط، بس انت صممت. اختي وكرامتي، ادي النتيجه. هي دي اختك اللي سايبينها امانه في رقبتك وسايبها تروح الاستوديوهات وتتمرمط مع الليسه واللي ما يسواش؟ في ايه؟ جرى ايه؟ وانا قلت حاجه غلط؟ بس يا بت انت وهي، طول عمري اقوله ما حدش سمعني، كل اللي بيجي من ورا صفية وولادها شر. حول ولا قوة إلا بالله، مش هتبطل. بس البت مروة طلعت جدعة، بت أمها بصحيح، رغم إنها كسفتنا لكنها ردت لهم الألم اللي هم ادهولك لما رفضوا يجوزوك بتهم. وبعدين مش هفضها سيرة بقى ولا إيه؟ لم لسانك واسكت يا درية، يا تتكلمي في موضوع تاني يا إما قسم من عظمك اللي أنت دي ما هتعدي على خير. انا رايي ان البت تقعد هنا وما تروحش مصر الا على قد الامتحان. مش يلا يا ايهاب، انا قلت للناني ان احنا لازم نبقى في البيت قبل الساعه 9. روح انت قبل مع مراتك، انا هقعد مع اختك. حاضر يابا. سلام. شوف سلام يا ام. سلام يا حبيبي. سلام. يلا خد. ايه يا وليه، مش هتلم لسانك اللي عايز قطعه ده بقى؟ اهي طلعت مني كده بقى وخلاص، اعمل ايه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. كيف يا فاطمة؟ كنت معايا يصعب علي، امشي تعيني بدل حياتك. يا بنت منيرة، في ايه مالك؟ مش مصدقة اللي حصل يا حاج. طول الليل وانا بحلم اني هشوفك، كنت حاسة ساعتها ان قلبي طاير، كأنه بينط من صدري وبجري وراه اجيبه واحضنه تاني. كان فكري ان اكتر حاجه ممكن تحصل بين اتنين زيين قعدوش مع بعض ولا خرجوا لوحدهم 15 سنه انهم يقعدوا يشربوا اتنين ليموناتا كده في حته في كازينو يعني، ولا حتى تاخدني تعزمني على اتنين كازوزة ولا حاجة ساقعة على الكورنيش. طب انا راضي ذمتك، انا وطعمه احلى اللي حصل النهارده ولا الليموناتا؟ وليموني ولحوتي منيرة، اللي حصل النهاردة ده شيء طبيعي بيحصل ما بين أي اتنين متجوزين. متجوزين؟ أيوة، وإحنا لسه زي ما إحنا متجوزين. تلاتة بالله العلي العظيم إحنا متجوزين. وعلى فكرة اللي حصل ده كان لازم يحصل من زمان، ويحصل كتير، وكل يوم كمان. كل يوم يا بنت؟ لا افهمي، مش اللي جيب بالك. عادي، خلاص خلاص النبي يا حاج، خلاص النبي عشان اسمي دي اشعر وربنا. يا بنت انا اقصد يعني ان احنا نتقابل مع بعض، نتكلم كلمتين حلوين. وحياتك يا بنت، وحيات ولادك. ايه اللي بيحصل ده؟ حبيبي حبيبي يا استاذ معين، يا بنت بنت وحشاني. حاج كفايه والنبي، كفايه والنبي يا حاج، الله يسترها معاك، الله يسترها معاك، وحياة النبي. تعالى يا ماما، على مهلك. اه يعني مشوار سد رد بالشكل ده وقاعده مكروعه في العربيه كسحت. تشرع عنك منيره. يا لهوي يا لهوي، امي جت امي جت. ايه يعني ما تيجي؟ ايه المشكله؟ هي البت تحسها مش باين ليه؟ منيره
والنبي ما ضربت قدامهم هيعايروني بيك والنبي يا عم ضحك فيا يا فار انا جوزك انت كمان تقول ايه استخبى عشان خاطري استخبى كمان انت استخبى ارحمني انا مش قد كلامهم والنبي هيحطموني يحطموني يا بنت انا جوزك انت مراتي ايوه بس انا بقابلك من وراهم يعني كده هتبقى مصيبه والنبي والنبي عشان خاطري استنى منيره يا بنت يا منيره ايوه يا ماما انت بتعملي ايه يا بنت ده كله ايوه يا ماما الله انت لابسه الاسدال اوعى كنت خرجتك من الصاله لا 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 ده انا خلصت طب الحمد لله بس انا ما شاء الله شايفاك يعني واقفه على رجليك زي القرد اهو رجلك خفت اوام كده البركه في ابو فاس يا ماما ده ساحر حاجه ايه ما اقولكيش بس لسه ركبتي بتنقح كده اهو ده ما انتوا ايه اللي جابكم قصدي جيتوا بسرعه ليه يا رب تكونوا توفقتوا في الموضوع اللي انتوا كنتوا رايحين عشانه يعني الحمد لله على كل شيء الحمد لله ايه اللي حصل يا ماما مروه قلبت الترابيزه على الكل ورفضت الجوازه الف مليون مبروك ايه لا ليه 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 اللي حصل مالك يا بنت مش على بعضك كده ليه انا مش على بعضي ازاي يعني يا ماما ما انا كويسه فيا ايه مفيش حاجه طيب يا حبيبتي حط لنا اي لقمه ناكلها والنبي عشان هنموت من جوع عينيا يا حبيبي خد ماما تريح في اوضتها حب وانت غير هدومك وانا هغير الاسدال وهجهز لك العشاء تعال انت معايا بقى ساعدني عشان اتوضى قبل ما اروح اوضتي تعالي انا مش ناقصه مشوار انا مالك خد يا حبيبي خد خدي كمان تسهيلك يا رب ادعي لنا يا ماما حاضر ادعي لنا يا ماما الهي ربنا يخليكي لينا مش لما اصلي الاول تعال حاضر حاضر يا ماما يلا يلا بوس رجلك دخلك والله عشان خاطري ابوس رجلك يا حاج خالد من غير صوت ما تفضحنيش لا يسترك لا يسترك ما تفضحنيش طب مش عشان خاطري ابوس رجلك ابوس ايدك ابوس ايدك بقولك يا بنت اخر زمان مش هتسرسب زي الحراميه سامعاني انا جوزك غصب عنك وعن امك مفهوم ولا لا مفهوم يا اخويا ابوس ابوس ايدك ما عملتش فيك حاجه وحشه ما تفضحنيش مع اهلي هيقولوا عليا ايه يا خراب الحمد لله الهوي الهوي قلبي كان هيقف الهوي